اخوان السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يا ربي ما تشوفون الا الخير، يبعد عنكم الشر والمرض، ويا ربي ان شاء الله الكل بخير وسلامه. بس اخوان اكو موضوع كلش مهم، يعني انتم ما عندكم شغل وعمل، هذا مات وهذا عدل وهذا مدري، يعني ناسين انفسكم. احنا كعراقيين، بعض العراقيين يعني عايف نفسه وملتهي بغيره، فلان مات، فلان عدل، فلان راح، فلان اجى، فلان زعل، فلان رضى، عيب عيب هاي السوالف، عيب عيب. يعني احنا مو طالعين من الفتره اللي قاعد، احنا اهل وناس عندنا وعشائر عندنا واصدقاء عندنا، وهذا السبب، هاي الاشياء وهاي الاخبار تدي الى ازعاج، يعني قلق وازعاج، وفد موضوع يعني كلش كبير. اذا انت زعطوط كلش كبير، اذا انت زعطوط، اذا انت زعطوط، ها ما تهتم لهاي السوالف، اكو ناس تهتم لك، تهتم لك. عيب، اتركوا هاي المسائل، عيب عيب عيب، والله عيب، بالقران عيب. وما نقدر نحكي اكثر لان نخاف الناس ياخذون غير نظره ويزعلون علينا، يزعلون علينا. انا الحمد لله والشكر بصحه زينه وعافيه وكل شيء ما محتاج، كل شيء ما محتاج. اما زياره الاخ محمد البياتي إليه هذا باب الاطمئنان.